استاذ طبعا. شوقي، يمكن برضو زي ما انت قلت موضوع عمر كمال عبد الواحد، يمكن في الوقت الحالي بيراميدز دخل في منافسه مع الزمالك على عمر كمال عبد الواحد وعلى حسام حسن. يمكن عمر كمال عبد الواحد كان في اتفاق ما بينه وبين اداره نادي الزمالك في الوقت الحالي، لاعب في قرب او شده من يبقى موجود مع نادي الزمالك، ولكن في الساعات اللي فاتت بيراميدز قدمت عرض اللاعب، تعرف ان اللاعب فري. لاعب بيفكر بفضل ما بين العرضين بشكل او باخر. نفس الموضوع ده عنده عرض من الزمالك، عنده عرض طبعا من نادي الزمالك، عنده عرض من الزمالك. احنا كنا عايزين نقول الخبر ده سبحان الله قبل عيد الاضحى، وبعد كده حصل يومها كانت حاله ضيقه ما لحقناش نقولها. أيوه. كنا بنتكلم انا وانت حتى بعدها. أيوه. عمر عنده عرض من نادي الزمالك، اللاعب مرحب جدا، هو اللاعب ماشي بشكل كويس جدا في الموسم الحالي، لكن بيراميدز داخل في نفس الموضوع مع الزمالك في عمر كمال عبد الواحد و حسام حسن. يمكن كارتيرون كمان معجب جدا بعمر كمال عبد الواحد، لان هو شايفه بيلعب في كل مراكز الهجوم، بيلعب مهاجم صريح وبيلعب وينج، وده شايف ان هو بالنسبه له امر جيد جدا، وهو ستايل شبه كريم بامبو، حتى موقف كريم بامبو ممكن يتحسم اذا كان هو يرجع وما يرجعش لعمر كمال عبد الواحد.